بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في ظل استمرار الحرب الضارية على قطاع غزة ومع غلاء أسعار المواد التنظيفية، نقوم اليوم وعبر مؤسسة هيومانيتي بإعداد الطرود الصحية لتوزيعها على النازحين والمحتاجين في مخيمات النزوح في مدينة خان يونس. بارك الله فيكم وجعله الله في ميزان حسناتكم، كما وندعوكم لمواصلة واستمرار الدعم والمساندة لأهلنا في قطاع غزة. الله يعطيها الصحة يا رب، وإن شاء الله هيك يكرمهم ويكثر عليهم الرزق، ويعني بيساعدوا الناس، كثر الله خيرهم. إيش بعني لك الأبصار بهالقيتة؟ إيش بعني لك الأبصار؟ والله العظيم يعني أجت في وقتها، الله يعطيكم الصحة. إيش اللي ليش؟ كنت بدي أشتريهم وهيهم غليات يعني. شوي ولا كثير يعني؟ شوي ولا كثير؟ والله كثير غليات. الحمد لله على كل حال، وربنا هيك كرمنا فيها. الله يعطيكم الصحة ويجزيكم الخير. فما السير في الخير إلا اختيار، وما الخوض في الشر إلا خيار، إليك القرار. لا نغير حالنا إلا نغير أنفسنا. أهم حاجة هذا، الله يبارك فيك إن شاء الله. هذا من البطاطا. طيب. أنا معروف. طيب. إيش بيعني لك الطبخ هذا في الوقت اللي إحنا فيه؟ أحسن هدية. يعني؟ والله أحسن هدية. هو اللي لازم يعني، عشان أشي كله غالي، وعشان هيك الواحد يستفيد. طيب. الله يبارك فيك وشكر لك، والله يبارك فيك وربنا يزيدك من فضله، وإن شاء الله دايمين إن شاء الله. ستمضي قريبا بأمر القدر، وتغدو رفاة ويبقى الآثار، فلا الآن كن ما تريد لغد، وحسن وغير إلى أقصى حد. هلما فيش مواد تنظيف عندنا بالمرة يعني. السعر غالي كثير جدا يعني، انت النقع كثير غالي، مش منطال انه واحد يشتري. والمواد الثانية برضك فيش غير الصابون، هذه عملت معهم جراثيم في الوجه وفي الجسم. شكرا، الله يديكم الصحة يا رب، وميزانات حسناتكم إن شاء الله يا رب. ستمضي قريبا بأمر القدر. أول شيء بشكر مؤسسة هيومانيتي على هذا الطرد الصحي القيم، وبعني للطرد أنه يعني أجى في وقت المناسب، لأنه يعني شراء المنظفات بشكل عام صعب جدا، لأن أسعارها عالية جدا، والقدرة الشرائية مش يعني صعبة بشكل عام، لو بدنا نقول يعني إحنا في ظل حرب وظروف صعبة.